يعني صفحة 13 عندنا راوند اب مراجعه. طبعا بالراوند اب راح تلقي هاي القواعد، هاي كل قواعد اللغه الانجليزيه بالنسبه لليونت 1 راح نستعرضها. اوكي راوند اب يقول in this unit you have practiced the following things، يقول في هذه الوحده انتم قد تمرنتم او قد تدربتم على الاشياء التاليه. شنو هي الاشياء؟ الاشياء التاليه راح نشوف. يقول describing places، وصف الأشياء. طبعا وصف الأشياء بالنسبة لل there is و there are، there is و there are طبعا هون شارحها بالدرس السابق إذا تحب ترجع لها. طيب بالنسبة للمفرد there is a supermarket، there are lots of shops، يوجد هناك الكثير من المحلات. طبعا هاي it has، هاي it has و it doesn't have، صح أنا ما شرحتها بس إن شاء الله أرجع لها. هذه it has بسيطة جدا يعني حتى مين راد لها، عندك هاي it has و it doesn't have. It has هاي تجي مع يعني مفرد وجمع في نفس الوقت. It has okay. يملك أو فيه أو لديه. It has a supermarket، تحدث عن مكان معين فيه supermarket. Okay. أو it has got، it has got a supermarket وهكذا. But it has lots of shops، it has lots of shops or okay. Or it has got a supermarket. طيب there isn't a swimming pool، هاي طبعا بالنسبه للنفي. There is هذا النفي مالته. There aren't any، طبعا وانا شارح الاني والسام ويا من تجي تقدر ترجع لها بدرس قادم. It doesn't have a swimming pool، it doesn't have a swimming pool، it doesn't have any bakeries. طبعا هاي طبعا هنا شلون نفي لل it has، هاي ال it has لان عندك الهاز والهاف تمام، فهنا انا ما اقدر اقول لان الات تجي معها داز وتنطيها نفي. it doesn't have ما يصير هاز، it doesn't have a swimming pool هنا مفرد حوض السباحه، و it doesn't have ايضا لا يملك او ليس لديه any، طبعا هنا تجي any نفي تجي مع الجمله المنفيه، هاي بي اعرف الجمله المنفيه من النوت. any bakeries اي يعني مخابز موجوده. اوكي is there any sweet shop، هاي طبعا بالنسبة لي ال is there بالنسبة لي السؤال، وهنا does it have a sweet shop، هاي طبعا it does بالنسبة لي إذا تريد does it have، إذا تريد تخليها يعني بالسؤال بالنسبة لل does، وهكذا are there any وهكذا كل سهلة، عملية سهلة جدا. أوكي أعزائي طيب هذه مفرد وهذه للجمع بالسؤال. أوكي شوية سهلة جدا وأحاول أنه أفسخها في يعني درس قادم. Describing a continuous state، وصف الحالة المستمرة بالنسبة لي الـ present، بالنسبة لي المضارع. I am talking to my friend، إنني أتحدث إلى صديقي. He is wearing a green jacket، هو يرتدي جاكيت معطف، معطف هذا معطف أخضر. زين هذا البريزنت كونتينوس وانا شارحه تقدرون ترجعوا له. باست الحاله المستمره، بالباست ايضا بالماضي عندك ماضي مستمر. باست كونتينوس هنا بريزنت كونتينوس وهنا باست كونتينوس. اي واز توكينج تو ماي براذر انا كنت اتحدث، كنت متحدثا الى اخي. هي واز ويرينج هيز وايت ترينرز هو كان يرتدي، هو كان يرتدي احذيته الرياضيه البيضاء. زين هنا telling the time الاخبار، الاخبار بالوقت، الاخبار بالوقت هذا. it's 3 o'clock طبعا بميزه ال 3 o'clock الساعه بثلاثة تماما، هاي طبعا نعطيني 15، الساعه 15 يعني الساعه 3 لان هذا التوقيت من 24 ساعه. زين طبعا اذا كانت الساعه هاي طبعا هساني من خلال ما احكي انت تقدر تكتب الملاحظات من عندي، تقدر تكتبها بالدفتر، تتابع الفيديو وتكتبها عندك. It's 3 o'clock طبعا اذا كانت الساعة تماما مضبوطة يعني بدون دقائق صفرين، اذا كانت الساعة تماما اخلي الرقم، اخلي الرقم وانطي o'clock. زين خاف تسأل تقول لي هاي الاو وياها فارزة، هاي اوف، اوف كلوك، اوف كلوك، هاي اوف اختصرت الاوف هنا خلنا الاف هذا اف اوف اختصرت و يعني خلوا بدالها كومان.
It's 10 past 3 الساعة 10 past 3 الساعة بثلاثة يعني تقدر تقول الساعة بثلاثة وعشرة طبعا أكو طريقة اللي هي مختصرة طريقة الأمريكية أسرع It's 3:10 It's 3:10 الساعة بثلاثة وعشرة It's 3:10 الساعة بثلاثة وعشرة زين It's 20 to 4 It's 20 to 4 Okay هذه 20 to 4 لو نوصف هذه الأخيرة يعني هسا هاي بساعة ساعة بثلاثة ال 15 تخيلها ثلاثة الساعة بثلاثة وأربعين دقيقة الساعة بثلاثة وأربعين دقيقة تقدر تقول it's 20 to 4 إنها الساعة ال 20 it's 20 to 4 الساعة الأربعة إلا عشرين دقيقة يعني الساعة بالأربعة إلا ثلث هذه أيضا صيغة وتقدر تقول it's 3:40 أي أفضل أفضل ماكو داعي أنت تدخل بهالدوامة والأمور الغير يعني مفهومة أنت تريد سرعة It's 3:40 الساعة بثلاثة وأربعين دقيقة الساعة بثلاثة وأربعين دقيقة تقدر تقول 20 It's 20 to 4 يعني الساعة بعد لها عشرين دقيقة يلا تصير بالأربعة يعني بالأربعة إلا ثلث أوكي فهاي هاي أفضلها أنا يعني وهي الطريقة اللي السريعة يعني الأفضل زين عندك الادجكتيفز عندك الادجكتيفز الصفات نو ذا اوردر اوف الصفات ندون ترتيب الصفات خلي ملاحظات عندنا الصفات هي اللي راح تكون الاوبينيون الراي طبعا هاي الراي تقدر هاي تكتبها اوكي الراي راح تكون الراي الحجم العمر الشكل اللون والاصل والمادة المادة هي اللي تجي بالأخير يعني مادة اللي هي تجي بالأخير أوكي يعني هسه أنا أريد أوصف شغلة يعني ال beautiful جميل رأيك بالشيء اللي هو صفة أنه جميل حجمه little صغير age العمر عمره جديد أوكي shape شكله curly مجعد color مالته أسود الأصل مالته يعني البلد المنشأ فرنش فرنسي ماتيريال المادة هي شنو بلاستيكية ناخذ جملة مثلا It's a beautiful little black French table أنت جاي توصف هنا It's a table تمام هذا الأسود It's a table إنها منظرة تمام عندك beautiful عندك little عندك black وعندك French هذا نصفط لي إياهن تحفظ لي إياهن رأي حجم هاي بالسرعة رأي حجم عمر شكل لون أصل وبالاخير هاي الماده هاي الماده هاي الماتيريال شنو هي الماده 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 وبعدين تنطيها يعني هذه التيبل التيبل اني اوصفها شو اقول ممكن اقول اتس ا بيوتيفول تيبل انها منضده جميله اتس ا بيوتيفول ليتل تيبل انها منضده جميله صغيره اتس ا بيوتيفول ليتل بلاك تيبل انها منضده جميله صغيره سوداء بعدين أقول أقدر أنطيها هاي الصفات كلها It's a beautiful little black French table إنها منضدة جميلة صغيرة سوداء فرنسية تمام؟ هذا French فرنسية وبلاك هذا الكلر little هذه فهذه تكون بهالشكل وبهالترتيب هذا زين She has a beautiful curly black hair هي تمتلك شعرا جميلا She has a beautiful hair. هنا تمتلك شعرا جميلا. She has a beautiful curly hair. هي تمتلك شعرا مجعدا جميلا. She has a beautiful curly black hair. هي تمتلك شعرا جميلا مجعدا أسودا. تمام؟ زين. Describing people وصف الأشخاص He has a quiet tall and a bit thin. هادي. Okay, عزيزي. وصف الناس. He's a quiet tall. إنه طويل نوعا ما. And a bit thin. ونحيف قليلا. Okay. هاي وصف الأشخاص. تنطي هاي quiet قبل الصفة. Tall. طويل. Thin. نحيف. Kind. طيب. وhelpful. متعاون. He's kind and helpful. هو متعاون. هو طيب ومتعاون. عطوف. ومتعاون زين هنا اشوف he has straight black hair and brown eyes هو لديه شعر هو لديه شعر سرح شعر سرح
أسود وعينان بنيتان. He is wearing a white shirt. هو يرتدي قميصا أبيضا. Or he has a white, أو تقدر تقول he has a white shirt. هو يمتلك قميصا أبيضا. عظيم. أيضا طرقنا للكومباوند ناونز، الأسماء المركبة. We can make، نحن نستطيع أن نكون many new words، كلمات جديدة كثيرة in English، في اللغة الإنجليزية. By joining، من خلال ربط، من خلال by joining، من خلال ربط two words together، كلمتين اثنتين together سوية. زين. Examples، أمثلة. Letter bin، سلة مهمة، سلة القمامة. Information desk، مكتب المعلومات. Sun roof، هذا السقف، فتحة السقف، السقف اللي يطل على الشمس. Wind proof، مضاد للرياح. زين. عندنا giving reasons، اعطاء الاسباب. The car has a CD player so you can listen to music. هاي طبعا so تجيب معنى لذلك، يعني تعطيها نوعا ما سببية غرضية. اوكي. السيارة لديها هذا السي دي بلاير، المشغل السي دي، لذلك أنتم تستطيعون الاستماع للموسيقى. It also has air conditioning to help you keep cool. هي أيضا لديها air condition، مكيف هواء. To help you، لكي تساعدكم. Help you keep cool، كيف تساعدكم على أن تبقوا يعني بحالة من البرودة جيدة. Okay. Keep cool، تبقون يعني حالة برودة أو بحالة معتدلة. هناك فرق بين cool و cold. And you have، وكما أنكم قد تدربتوا على شنو compared former and informal ways of describing things، على الطرق الرسمية وغير الرسمية لوصف الأشياء. Written diary entries، كتابة المدخلات اليومية. And exchange information orally، والمعلومات المتغيرة بشكل شفوي. Written two emails to friends، كتابة بريدين إلكترونيين إلى صديق. Written an advert، وكتابة إعلان. أوكي أعزائي، هسه هذه تقدر تقول هذه كل القواعد اللي موجودة. كل شكر وتقدير إلى مكتبة لانا المتعاونة اللي تعاونت في إنجاز هذا الكتاب. هاي صفحة 13 أعزائي. هذا مجمل باختصار وبإيجاز على كل القواعد اللي صارت اليوم. lesson 9، الدرس التاسع. يقول لي listen to the conversations، استمع لي المحادثتين الاثنتين. then write notes، ثم اكتب ملاحظات. to describe two people، اكتب ملاحظات إلى دول الشخصين من الناس. عندنا سايمون وراشل. خلينا نشوف هسه نروح. طبعا ما عندنا هو الملف الصوتي بس نقرأ كقراءة. عندنا هذه سائل قرأت لكم إياها. عندنا سايمون، عندنا بوي 1 وبوي 2. البوي 1 يقول له have you seen Simon، هل رأيت سايمون؟ يقول له who is he، من هو؟ يقول له he's a new boy، هو ولد جديد. what does he look like، كيف يبدو؟ well حسنا he is tall with green eyes. اذا عندنا tall، طبعا هنا شناطيني، هنا عندنا name، الاسم هنا سايمون، اسمه سايمون، وعندنا هنا راشل. اوكي. عندنا الشعر، العينان، الطول، الملابس واشياء اخرى. زين. اول شغله هنا شنو يقول له؟ he is tall، هو طويل وذو عينان زرقاوان. إذن طويل، إذن height طويل. خلينا نشوف. زين نقرأ الثاني. green eyes، يقول له عينان زرقاوان. that's unusual، ذلك غير طبيعي. boy one يقول له yes and he has a curly brown hair، وهو لديه شعر بني مجعد. is that him over there، هل ذلك هو هناك؟ he is tall، هو طويل. oh no he has got straight hair، حسنا هو لديه شعر سرح. هنا مو قال curly brown hair،
انه طلع هنا شعر سرع. قال نو لوك ذير هي از، هو هناك، هي از ويرينج بلو تراوزرز. اذا عندنا بلو تراوزرز، بلو تراوزرز، الملابس بلو تراوزرز، بنطلون ازرق. اوكي زين. اند ريد شيرت، و قميص احمر، قميص احمر، ريد شيرت، قميص احمر. زين. But that's pity. ولكن ذلك pity، هو pity، شخص آخر. No, he's not tall. إذن هو ليس طويلا. إذن تأكدنا هنا not tall، إذن هو ليس طويلا. Okay، ليس طويلا. Look، the one carrying a bag، الشخص الذي يحمل حقيبة، شخص الذي يحمل حقيبة. إذن هذه عندنا بالملاحظات اللي هو carrying a bag، شخص يحمل حقيبة. He is wearing white shoes. White shoes، إذن عندنا white shoes يعني white trainers. نا إبلويل حسنون، I mean white trainers، أنا أعني هذه أحذية رياضية بيضاء. Simon over there، Simon، Simon هناك. أوكي أعزائي، إذن هذه الملاحظات اللي كانت عندنا. شعره ستريت، شعره سرح، وبني، والعين، العيون زرقاء، ليس طويلا، وهاي الملابس اللي يرتديها والاشياء الاخرى. نروح على راشل، شويه مربكه هاي، شويه بها ارتباك. المهم راشل جيرل 1 وجيرل 2، بنت واحد وبنت اثنين. هاي ساره، مرحبا يا ساره. سارة، هاف يو سين راشل، هل رايتي راشل؟ راشل هوز ذات، راشل من هي، من تكون راشل؟ تقول هي شيز نيو ان ذا سكول، دو يو نو هير، هي جديده في المدرسه، جديده في المدرسه. دو يو نو هير، تعرفينها؟ ام نوت شور، انا لست متاكده. وات داز شي لوك لايك، كيف هي تبدو؟ ويل حسن، شيز كوايت شورت، انها قصيره نوعا ما. اذا كوايت شورت، قصيره نوعا ما او قصيره قليلا. يس، هل تس ذات كود بي اني ون، ذلك يمكن ان يكون اي واحد يعني، لانه متشابه. اي نو، انا اعرف. لوك، انظري. شي از جوت ستريت هير، هي تمتلك شعرا سرحا. ستريت بلاك هير، شعر سرح اسود. اند براون ايز، وعينان بنيتان. از ذات راشل اوفر ذير، هل تلك راشل هناك؟ يس، شي از شورت وذ ستريت بلاك هير، هي قصيره ذات شعر اسود سرح. اذا شعر اسود سرح، شعر لونج، شعر، اذا الشعر سرح واسود وطويل. اوكي اعزائي الطلبه، لونج اور شورت، شي جوت لونج هير، لديها شعر طويل. اوه حسن، اي نو. This morning she was wearing a long green skirt، هذا الصباح كانت ترتدي تنورة، تنورة خضراء طويلة. إذا تنورة خضراء طويلة، long green skirt، هاي كتبناها بالكلوس بالملابس. وبعدين ايش عندنا؟ and white blues، وهذا البلوز ال white blues، بلوز أبيض. well you have got a good memory، حسنا أنت تمتلكين أو لديك ذاكرة جيدة. What about socks and shoes؟ ماذا؟ Yes I do remember، نعم أنا أتذكر. She had black shoes، هي كان لديها أحذية سوداء، أحذية سوداء، black shoes. أوكي سويناها. إيش عندنا بعد؟ خلينا نشوف. And white socks، وجوارب، جوارب بيضاء، جوارب بيضاء. Oh I know who you mean، حسنا يعني أنا عرفت من تقصدين. And she was carrying a CD player، وهي كانت تحمل هذا مشغل الأقراص. Yes that's Rachel، نعم تلك هي راشل. راح نشوف هنا. Okay هاي بالملاحظات الأخرى هي ماخذ هذا مال الاقراص المشغل. زين انتهينا من هذا اعزائي.
write the opposites of these words. على فكرة أعزائي خافي طبعا هذا الحل اللي قدرنا نطلعه، خافي تصير تعديلات، خاف تصير تعديلات بعد فترة تصدر، خاف تعليمات أو تعديلات ممكن أخلي لكم إياه. أوكي بس هذا الحل إن شاء الله جيد. اكتب write the opposite of these words، اكتب معاكسات هذه الكلمات. عندنا dangerous خطر، safe آمن، old fashioned قديم الطراز، modern حديث، expensive غالي cheap رخيص، happy سعيد sad حزين، old قديم new جديد، uncomfortable غير مريح، comfortable مريح. write words that match these definitions، اكتب كلمات اللي يعني تتطابق مع هذه التعاريف. طبعا كل الشكر والتقدير الى الست غصون، استعانينا بحلها ايضا وهي يعني متعاونة لخدمة الطلبة. الست غصون اللي انا ما اعرفها، كل شكر وتقدير لها. كل ما هنالك شيء في غصون مكتوب غصون على لا ده حتى واحد ما نبخس حق اي احد. It makes car, boats and planes move، تجعل السيارات والقوارب والطيارات تتحرك. شنو الفيول؟ الوقود. شوي ننطيها زوم أفضل. أوكي زين. words and pictures to help sell things، الكلمات والصور اللي تساعد على بيع الأشياء. adverts إعلانات. a person who helps others is الشخص. هذه بها خطأ، هذه بها خطأ. أنا عارف الشخص الذي يساعد الآخرين، الشخص الذي يساعد الآخرين. طبعا نعدلها أعزائي، هذه الشخص الذي يساعد الآخرين راح يكون هذا شوية بخطأ معين. طبعا هاي لازم تبرز أخطاء بهالفترة، هاي لازم يعني هذا. أوكي أد لازم تتحملون أعزائي الطلبة، لأن هو كل الخاطركم. الشخص اللي يساعد الناس هو helpful. الشخص اللي يساعد الناس اللي هو helpful، متعاون. الشخص المتعاون اللي يساعد الناس. أوكي you can clean your teeth with this، انت تستطيع ان تنظف اسنانك باستخدام هذه. شيء توث بروش، فرشاه الاسنان. three or more people waiting in line، ثلاثه اشخاص او اكثر ينتظرون في خط طويل اللي هو كيو اللي هو الطابور، كيو طابور او نسميه احنا سرعه. read about حسن and answer the questions. هاي المفروض تصير حسان مو حسن، هذا كله يعني الدبل اس، دبل اس باللغة الإنجليزية للأسماء تعني الشدة باللغة العربية، والشدة تعني هذه حسان، هذا تعني حسان، بس هم ما أعرف مسويها حسن. نشوف الفرق بين حسان وحسن، إذا تكتب حسان هذه حسان وليس حسن، حسن راح يصير اس واحد. المهم هم يقصدون حسن، كان المفروض اس واحد، بس اذا تريد حسان فهو حسان. المهم اي واحده من الاخطاء الشائعه اللي الاساتذه ما يلتفتون الها. المهم يقول حسان wanted to buy a new car. حسان wanted او حسن جزء جماعي الفضوح حسن. حسان wanted to buy a new car but he didn't know what to get. يقول أراد أن يشتري سيارة جديدة ولكنه لم يكن يعرف ماذا يعني يشتري، what to get، ماذا يحصل عليه. He was sitting in a cafe in the mall drinking a coffee. هو كان يجلس في مقهى في مركز التسوق يشرب القهوة. He was at the mall because he needed some new clothes. هو كان في المركز التسوق المول لأنه احتاج بعض الملابس الجديدة. but he wasn't thinking about clothes، ولكنه لم يكن يفكر بالملابس.
he was thinking about a car. هو كان يفكر ب سيارة. لاحظ انه a car لا على التعيين لانه نكرة هنا ورا الاي، ورا الاي تجي نكرة لا على التعيين، سيارة وقبل. He saw a newspaper on a seat next to him. هو رأى، هو رأى صحيفة على على مقعد بالقرب منه. It was open at page 10. كانت مفتوحة على صفحة 10. There were some articles about cars. كان هناك بعض المقالات حول السيارات. He picked up. هو التقطها، picked up شالها التقطها. And started reading. وبدأ بدأ بالقراءة. He didn't begin at the beginning. هو لم يبدأ القراءة من البداية. He started in the middle. هو بدأ في الوسط. هذا اللي قراءة. The Tiger 5X also has very good suspension. Suspension to help the driver keep on the road. يقول هاي Tiger 5X كذلك هي جيدة جدا في التعليق لكي تساعد السائق على أن يحافظ أو يكون على الطريق. It's also good in the desert. كذلك هي جيدة في الصحراء، صحراوية. The passengers want bonus up and down. The passengers اللي يقصد بها المسافرين want bonus. البونص تجي شلون؟ يقول ما يقفزون، شايف نبات بطاسات واحد يعني شلون نقول يقمز يصعد نازل، لا want bonus up and down. ما تصير عندهم نوع من القفزات او الارتجاجات، ارتجاج او قفزه يعني ارتجاج مفاجئ. up and down in the back seats ما تصير عندهم ارتجاج او يعني ارتجاج مفاجئ الى الاعلى او الى الاسفل. in the back seats في المقاعد الخلفيه. there is lots of space for bags. هنالك الكثير من المجال، هناك space مجال تجي فضاء طبعا بس تجي مجال for bags للحقائب. so this car is good for people who like. لذلك هذه السيارة جيدة للناس who like الذين يرغبون. يرغبون بشنو؟ يرغبون بالكامبينج، يطلعون يطلعون سفرات كامبينج، ينصبون خيمة خيمون يعني جماعة الخيام يطلعون كامبينج. it's also good for people who want to carry lots of sport equipment. هي كذلك جيدة للناس الذين يريدون to carry حمل lots of sports equipment، حمل الكثير من المعدات الرياضية. but لكن don't want to have a big 4WD car، ولكنهم لا يريدون أن يمتلكوا سيارة هاي ال 4 هاي ال 4 four wheel drive. هاي المقصود four wheel drive سيارات الدفع الرباعي، four أربعة يقصد بها الإطارات الأربعة، WTG wheel. هاي طبعا أنا قاري ما قاري عنها معلومة سابقة. drive four wheel drive سيارة الدفع الرباعي يعني يعني اللي شلون نقول تريد تشغل الإطارات الإمامية تشتغل اللي قدام أو تشغل الإطارات الخلفية تشتغل اللي ورا، فسيارات الدفع الرباعي. أوكي فهاي تعوض هاي التايجر السيارة المقصودة. oh that's good. هذا طبعا صاحبنا حسان أو حسن. he thought هو فكر I like camping in the desert. أنا أحب التخييم، أنا أحب أن يعني أذهب للصحراء. okay and I don't want my children bouncing up and down in the back. وأنا لا أريد من أولادي أن يعني يرتجون صار عندهم ارتجاجات طسات وهم قاعدين على المقاعد in the back في الخلف. The Tiger 5X is a great new car. هاي السيارة هي سيارة رائعة جديدة. It has many things that drivers like. هي تمتلك، هي تمتلك التعود على السيارة الكثير many things كثير من الأشياء that drivers like التي التي يرغب يرغبها السواق. There are also things to keep the other people in the car happy. هنالك أيضا أشياء تجعل الناس الآخرين في السيارة سعداء. And happy passengers help keep the driver happy. وأشياء
والمسافرين السعداء يساعدون في إبقاء السائق سعيدا. First of all, أولا وقبل كل شيء, it looks good, إنها تبدو جيدة, مظهرها جيد, شوفتها جيدة, looks good, that's very important, وهذا مهم جدا. Third, حسان أو حسن, it's good for me, هذه جيدة لي, and good for my family, وجيدة لعائلتي. I think I will go and look at the Tiger 5X. أعتقد أنني سوف أذهب وأنظر إلى هاي السيارة اللي هي النمر 5X. أوكي أعزائي, هسه نجاوب على الأسئلة. أوكي. Are the sentences true or false? هل الجمل صح أو غلط؟ صح أو غلط؟ هنا حسن went. طبعا هنا شوي نعطيها, نحاول نحلها. يقول حسان went to the mall to buy some clothes. حسان ذهب إلى المول لكي يشتري بعض الملابس. غلط. هو شنو؟ خلينا نشوف والله لحظة. لا هو صح, راح يشتري ملابس. حسان went in to buy a new car but he didn't know he was thinking of coffee. He was at the mall because he needed some new clothes. Okay. إذن هذه صحيحة, هو راح يشتري ملابس. هاي صحيحة, هاي ترو, راح نخليها. أوكي زين. He was sitting in a cafe thinking of about coffee. غلط, ما كان يفكر بالقهوة, كان يفكر بالسيارة. إذن هذه شنو راح تكون F. طيب. He saw a newspaper and started reading the first page. هو رأى صحيفة وبدأ يقرأ من الصفحة الأولى. غلط, لا غلط, هو بدأ من الوسط. إذن هذه F. حسان likes the suspicion on Tiger 5X. أوكي هذا صحيح. حب هاي شغلة التعليق بالش اسمه. حسان knows what a car to look after reading a newspaper. حسن علم كيف تبدو هذه السيارة بعد أن قرأ الجريدة. زين. طيب هنا عندنا يقول لي use words in the text. استخدم كلمات في النص to explain, لتوضيح passengers مسافرين و bonus يرتد. إذا عندنا يكون passengers مسافرين, the other people in the car الناس الآخرين في السيارة, bonus يقفز يرتد ينعكس, go up and down يعني شلون يتحرك الى الاعلى والاسفل, بونص معناها يرتد او يقفز. يقول لي answer the questions, write short answers, اجب على الاسئله واكتب اجوبه قصيره. Where did, هذه اول وحده, اي where did حسن find the newspaper, اين وجد الصحيفه, on a seat next to him, على مقعد بالقرب منه. Where did he start reading the article? من أين يعني بدأ بقراءة المقالة؟ On page 10, في صفحة 10. Why is the Tiger 5X good for camping? لماذا هاي السيارة Tiger 5X جيدة للتخييم؟ Give two reasons, أعطي سببين اثنين. It's good in the desert, هي جيدة في الصحراء. Where there is a lot of space for bags, هناك الكثير من المجال للحقائب. Who does حسن want to take in his car, من يعني حسن يريد أن يأخذ في سيارته, his wife and children, زوجته وأطفاله.